الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائي وأعزائي الكرام، من هذا المنظر الرائع الطبيعي فهو يجمع ما بين البر والبحر، ونسعى إلى تمتعكم وتمتعنا بهذا المنظر وبهذه المشاهدة الجميلة الفتانة الرائعة. فمرحبا بكم في شاطئ المنصورية المحمدية، فهو رائع بمشاركة الجميع لانتماءاتكم المختلفة. فنعتقد أننا نساعد بعضنا البعض في كل هذه البلاد الحبيبة. نحن لا نريد نرمي أنفسنا في مرمى الذهب والمال ومطامع الدنيا والحياة، وإنما نريد أن نتمتع بطبيعة البلاد التي ازددنا فيها وعشنا فيها وكبرنا فيها ونموت فيها، ونطلب من الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. مهمتنا هو تتبعنا من خطوة إلى خطوة ومن مصيد إلى مصيد ومن شاطئ إلى شاطئ كما تعلمون. نأتي بهذه الفكرة، تأتي بالإعجاب في وضع رائع يتميز بأشياء جميلة، فهي سر من أسرار هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لنأتي على اكتشاف كل ما هو في باطنها وفي ظاهرها. هذا بتحسين حياة الناس، إنها فكرة تعطي عديد من المفاجآت، وكل هذا يدخل في عرض أماكن يجب تصويرها عبر رحلات استكشافية والأعمال تبدأ من هنا وهناك. هذا فكرة وجيزة على هذه الطبيعة الجميلة، وأنتم معنا فمرحبا بكم، ومرحبا بكم معنا في هذه المائدة المتواضعة التي لا تخلو من فوائدها، إنما هذه وجبة ديال الرحلة إلى شاطئ البحر، رحلة وجبة خفيفة نظرا لهذا الموسم والتقلب ديال الجو وهذه المنزلة. هذه جبنا غير واحد الوجبة اللي هي غادي نخصصوا فيها على واحد المناعة على حساب هذا البروز ديال هاد الفيروسات الزكامية، حتى لا نصاب بهاد الزكام وتكثر وتكبر الآفة. فنحن على استعداد بهاد الحصول على هاد المناعة والمضادات، إن شاء الله نحارب هذه الفيروسات، وخاصة الفيروسات اللي هي زائدة على الإنسان، مثل بعض الحشو مثلا في الكلام وأشياء لا تليق بمجتمعنا وتقاليدنا وتراثنا. المهم هو عندنا واحد زويتينا، واحد شوية ديال الخيزو، شوية ديال اللوبيا، عندنا كذلك في الطبق هذا شوية قليل من الملح، خويزة من الدار البيضاء، وعندنا شوية ديال الخص، شوية ديال الخيار، شوية ديال الفبوس وماطيشة، وهذا وعندنا واحد القرعة ديال الماء درنا فيها سميتو شوية ديال الحامض والخل ديال التفاح باش نقصوا شوية من الوزن. هاد الأشياء هذه يلا توصلنا لها باش نتعودوا على هاد الفصل ديال الخريف، لأنه كيعرف بعض الأشياء طفيلية تكسو زعما هذا. وما علينا إن شاء الله إلا نمشيو بعض المناطق الجبلية كما أشار إليه بعض الإخوان، وأفادونا في غياب ديال بعض المسائل ديال الطرقات والمشوار، وهذا يدعونا إلى السفر نهارا ولا داعي للسفر ليلا، لأن هناك اكتضاض وهناك منعرجات وهناك أشياء تعود بالخطر على الإنسان. فنحن نتجنب كل ما هو يعيق السفريات والمناطق السياحية الجبلية إن شاء الله. سنفيدكم بهذه المعلومات وبهذه السياحة الجبلية إن شاء الله، لأن هناك أناس زداج ليست لهم خلفيات ويعتمدون على الفلاحة المحلية كإنتاج مثلا ديال الخضار والعسل ولحم الماعز والماء الحي
للجمال. وسنأتيكم كذلك إن شاء الله ببعض القطعان ديال الخنزير البري في الغابات، تخرج ليلا ولكن سنحاول استغلال الفرصة وإظهارها إليكم، ونحاول أن نأتيكم بحليلفة صغيرة إن شاء الله، حليلفة صغيرة ولعجبكم هذا النموذج. غادي نزودوا كل الواحد اللي يبغى مثلا لا بالمجان ما يشري ما والو، غادي نعطيوه ولو شي نظرة غير صورة على الحليلفة، ولكن اللي بغى يشوفوا راه غادي ندير واحد الحديقة إن شاء الله ديال الحيوانات عن قرب، ويجوا لها الأطفال إن شاء الله ويستمتعوا بهذه الحديقة، فهي لا تتوفر على جميع أنواع الحيوانات بغض النظر على واحد القط وكلبين وخنزير صغير. وهذا ما سنتوصل إليه في الختام، وختامه مسك، وتمنظروا معنا بهذه المشاهدة الجميلة إن شاء الله. مع التقديم معكم الرئيس شوشو، ابتسامة جميلة، الأسرة الصغيرة تتكون من أمجد محمد وأنا أمجد نورا وأمجد ريان كما تعرفون أو الإنسان. غادي نجيبو إن شاء الله نسجلو في مدرسة في سيدي بنور إن شاء الله، وغادي يواكب الدراسة ديالو، إلا أن يقال أو يشاء الله أعلم، نحن لم نتوصل إلى هذه المعلومة صحيحة بأن هناك دخول مدرسي سيكون تكلفته غالية والكتب والمدرسية زايدة، ولا وأن الدولة وزارة التربية الوطنية فهي دعمت المكتبات أو الكتب ب 25%، ولكن يعرف هاد الأثمنة ديال الكتب والدخول المدرسي بواحد سومة زايدة، ونتمنى إن شاء الله أن يتعاون الناس تضامنا وتفاعلا وتعاونا مع الناس الضعفاء والناس الذين ليست لهم القدرة على مواكبة وتحمل مصاريف الأبناء ديالهم. كل من واحد قريب ليه وعنده عوز في اقتناء وشراء الكتب أو محفظة يساعدوا ولو بمنجارة ولو بقلم رصاص. ونأكد عليكم بأن رجال التعليم لا في الابتدائي ولا في الروض ولا في الثانوي يقتصرون على الشيء القليل غير كتاب أو كتبين، فهو يكفي. علاش؟ لأن مثلا في سميتو الإعدادي كيكونوا 7 ديال الأساتذة بمختلف مثلا ديال المواد، كيتزم عليهم باش يشرو جوج دفاتير أو 3 أو 4، اللهم واحد الدفتر ولا جوج، يقسموا كيف ما كنقولوا هذه مادة الاجتماعيات أو الفلسفة أو العلوم أو الرياضيات، حتى التربية البدنية لا ننسوهاش، والله يكون في نعول الجميع، ونتمنوا التوفيق والرجوع إلى التكنة الثقافية والعلمية، ويكون واحد السنة حافلة بالإعداد الجيد وبالنجاح وبالمثابرة إن شاء الله. ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى يغيثنا بواحد بالمطار وبالشتاء إن شاء الله، ونشط لنا الفلاح والعامين اليومي، ويكون كل شيء ناشط إن شاء الله، ويكون واحد العام إن شاء الله النتائج المحصولة ديالو جيدة، باش الإنسان نستقبله الصيف المقبل على أحسن ما يرى. ومن المنصورية أي شاطئ المنصورية عمالة المحمدية نقول لكم هذا المشهد وهذا المنظر جميل، ودائما الرجوع إلى ريش السوسو. شكرا. بسم الله. احنا دابا درنا واحد الشحيطه هنايا في شاطئ المنصوريه، هو كله صخر، وتوكلنا على الله قلنا غير نقصرو شويه، ماشي شي صياده ديال 100%، وانما غير قاعدين كنفوجوا مع الصياد الماهر. ها هو كما كتشوفوه ريان، انت هو راه كيتعافر وكيكاف، انت هو ربما يجي ليه الله النصيب. وانتم كتشوفوها هما الكاميرامان غيمتعكم بها الطبيعه، متع الناس بها الطبيعه من برج المراقبة وغادي سميتو المراكز باطوات.
ايوا كلشي على الله. هانتوما كتشوفوا حنا جينا غير ندوز واحد الوقيت خفيف باش ما نكونوش حنايا قال على انفسكم، وكنشاركوكم وكتشاركوا معنا هذا الجو البحر، وكنعتبروا البحر راه طبيب واحد البطاقه علاجيه للانسان اللي عنده شويه ديال الكآبه ولا شي شويه ديال الضائقه النفسيه، التجئ الى البحر وتامل في هذه الامواج وتامل في الزقه ديال هذا، والسماء مع المصطفين ومع العلاقات الى خير يكون بخير وعلى خير في المزاج ديالو. يلا راين ايوا راه يضربك شي طرف غتلاع عنده تما، يلا طلع راه شديتي واحد السمكه، طلع طلع بالزربه بالزربه هذيك هذيك. ايه ما جابش الله، عاود ثاني عاود. اشكركم على المتابعه، ولا كاين شي ملاحظه ولا كاين شي نقد ولا كاين شي اضافه مرحبا. مرحبا، حنا معتادين على الطبائع ديالنا وهذاك الشيء باش الانسان كيكون في واحد الحاله استئناسيه كتجمعنا بهذا، هذا اللي كيجمعنا حنايا ماشي شي حاجه اخرى، كيجمعنا غير هاد الكائنات من الطبيعه، منها الاسماك، منها الطيور كيف ما النورس حتى هو. اي غضرني عيني يا صاحبي، وي 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 شويه كنت غدير لي عيني وغتخليني يا صاحبي في الظلام. لا لا شويه شويه مزيان، يلا دابا لوح بشويه لوح. او ريان ضرب بالصبع ديال الروطال، شوف ها هو بالصبع ديال ايش بدي فيه، ها هو ضرب بالصبع ديال روح يوحى، ها هو ضرب بالصبع ديال الروطال، شوف غادي يضرب فيه اي شيء. ها يلا خليها ها هي دابا خليها مزيان شويه. ايوا البحر ثقة يا اصدقاء، الريس شوشو الرقة.